يا اهلا يا اهلا مسيو صليبه. ايه عرفتي لما مسيو صليبه؟ طبعا بحضرك دايما. انا قعدت فيه مهضوم كتير. ايه اخد معه سيلفي قبل شويه كتير بضحكنا. ايه خلينا ياكل. ايه الله يخليك دكتور، طمني خير. شو طلع معي؟ ايه مظبوط، انت عامل لنا فحص الدم مظبوط. ايه عملت تقرير من الجمعه الماضي مظبوط، كتبنا التقرير من الجمعه الماضي. بكل صراحه ما بعرف بدي اقول لك اياها، بس مش عم تطلع مني. دخيلك يا دكتور، شو طلع معي؟ مش صليبة، انت طلع معك يعني شيء مش قادر اقوله. يا ربي دخيلك، قول. طلع ضغطي يعني ضرب لي 20 حاجة. مش صليبة ايه؟ اوه انت معك مرض ال ما مش عم بقدر اقول. دخيلك شو رايك دكتور؟ قولها دخيلك. مش صليبة انت طلع معك شيء بيقولوا له. رح قولها يعني تقول يا عمي مطلقة. ايه اوه رح اقولها. اوكي رح اقولها. مش صليبة انت طلع معك مرض ال خلينا نعيد الفحوصات. هاي عيد الفحوصات؟ ايه ما من جمعة تاني عملنا الفحوصات كلهم اللي حضرتك طلبته وعملت حضرتك فيهم تقرير. مظبوط معك حق انه عملنا فحوصات كتبنا التقرير، بس انا بفضل نرجع نعيده. سبقني على المختبر بالمستشفى. ايه اوه انا ليه؟ نعيده كله؟ ايه معلش كرمالك انت، كرمالك امري لله. شو ايه ايه لشو بدك تعدوا الفحوصات؟ حرام هذا فنان، حرام عليك، ما معمولين كله وطالع النتيجة. طيب شو بدك قل له؟ ما قدرت افهم خطي بالتقرير؟ ايه اوه تدخلك يا حكيم، انتو مش بدرسوكم 7 سنين طب؟ ليش ما بدرسوكم ساعة خط؟ معك حق. ايه اوه